طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله حنكمل معكم بشروحات الفريق العلمي لجنة الطب البشري لمحاضرات الفسيولوجي of CNS. اليوم بالمحاضرة الثالثة تعيت الثيرمال and pain sensation. طيب، في البداية لا تنسوا إخواننا في غزة من دعائكم، ولا تنسوا إخلاص نواياكم لأجل الإعداد لنصهتهم. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ. طيب، في البداية يعني احنا اخذنا مجموعة انواع من السنسيشن بالمحاضرة الماضية، والان حنكمل انواع جديدة اللي هي الثيرمال اند بين سنسيشن. تمام، اول نوع عندنا اللي هو الثيرموسيبتيف او الثيرمال سنسيشن. بس في شغلة بتهمني، ان سواء الثيرمال او البين سنسيشن راح يجوا عن طريق اللاترال سيستم. تمام، اللاترال سيستم نوت اللي هو الفنترال ولا حتى الدورسال. تمام، اذا الفنترال سباينوثلاميك ملوش دخل، كذلك الدورسال كولوم سيستم ملوش دخل. انا بيهمني فقط مين؟ بيهمني فقط اللي هو اللاترال سباينوثلاميك. اللاترال سباينوثلاميك بالفرعين تاعونه اللي هو النيو والباليو، وراح نحكي عن الموضوع بشكل مفصل اكثر، بس نحكي عن البين. تمام، طيب، في البدايه الثيرموسيبتيف سنسيشن، انا قاعد بحكي عن الثيرمال سنسيشن او الاحساس بالحراره. تمام، هو مربوط بثيرموسيبتس اللي في منها نوعين، في منها انترنال وفي منها اكسترنال. تمام، إذا في عندي internal وفي عندي كذلك external. الآن الانترنال نكون فاهمين إنه بنشوفها إحنا في الأنتيريور هايبوثالامس، وهي مسؤولة عن قياس درجة حرارة الهيد تمبرتشر. تمام، يعني بمعنى آخر هي موجودة بالبارت السنترال من الجسم أو البارت الانترنال من الجسم، مش البارت الطرفي أو الاكسترنال. تمام، عشان هيك بنشوفها إحنا في اللي هو CNS، تحديدا في الأنتيريور هايبوثالامس. ما بتهمني الآن كثير، وبيهمنيش ندخل بتفاصيلها كثير، بيهمني الآن الأكثر اللي هو مين؟ الاكسترنال ثيرموسيبتس. تمام، طيب، فكرتها الان، انا في عندي نوعين من الثيرموسيبتس، الاكسترنال ثيرموسيبتس، سواء كان الكولد او الوارم او الوارم، فجميعهم بنلاقيهم وين؟ في السب ايبيثيليال ريجن، يعني اندر ذا ايبيثيليال لاير اوف وات اوف سكن. يعني بنروح احنا على السكن تحت الايبيثيليال لاير، راح الاحظ انا في عندي مجموعه سبوت يونتس بنسميهم باسم الثيرموسيبت الاكسترنال ثيرموسيبتس. تمام، طيب، الآن بيكونوا متوزعين، سواء كنت cold أو كنت warm راح تكون متوزعة على شكل spot units. لاحظ spot 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 إلى آخره. تمام، between هدول spot units راح يكون في عندي thermally insensitive area، يعني هاي المنطقة ما راح يكون في عندي فيها إيش؟ ما راح يكون في عندي فيها sensation اللي هو thermal stimulus. تمام، فهي شغلة مهمة. والشغلة الثانية زي ما حكينا راح يكونوا متوزعين على شكل spot units. وين راح يكونوا موجودين؟ في اللي هي sub epithelial region من السكن. اوكي، 100%. طيب، كمان شغلة جدا مهمة، انه سواء كنت cold او كنت warm receptor فراح تكون free nerve ending. تمام، يعني ما راح يكون في حواليك كبسول، ما راح تكون modified، free nerve ending. نفس الاشي هون، free nerve ending. تمام، فهي شغلة مهمة. الشغلة اللي بهمنا نكون عارفينها، طبعا هاي spot unit مش كبسول، يعني طلع علي هون في عندي free nerve ending، طلع كيف، وهاي كلياتها spot unit لكنها مش كبسول. اوكي، هي free nerve ending، free nerve ending، نفس الاشي هون. اوكي، فمهم جدا نتذكر انها free nerve ending. طيب، هسا اهم معلومه انا بدي اياها من هاي السلايد كلياتها، اللي هي الوارم والكولد ريسبتورز. يعني هاي اكثر معلومه الدكتوره ركزت عليها، واكثر معلومه الدكتوره شرحتها، وايد جدا نجيب عليها سؤال. تمام، شو هي فكرتها؟ انا دميز ما بين الوارم وما بين الكولد ريسبتورز، شو الفرق بينهم؟ اولا، اول اشي عندي اياه انه عدد الوارم ريسبتور بيكون اقل، يعني فراح يكون في عندي spot units بأعداد أقل. ثاني شغلة، هون راح يكون في عندي spot units بأعداد أعلى، وبالتالي الوارم راح يكون عددها أقل من الكولد. تخيل معي الكولد هو الأخضر والوارم هو الأصفر، لاحظ كيف في عندي واضح أعداد أكبر من الكولد وأعداد أقل من إيش؟ من الوارم. تمام، فهي شغلة خليها ببالك. وطبعا قديش الفاقية؟ هي 4 to 10 times 4 to 10 times بيكون الكولد ريسبتورز مور ان نمبر. تمام، هي لاحظ 4 to 10 times مور. تمام، فهي شغله مهمه. الشغله الثانيه اللي هي انه حيكون في عندي تايب سي اونلي ولا تايب اي اند تايب سي. يعني الوارم ريسبتور بس راح تستخدم التايب سي فايبرز، بينما الكولد راح يستخدم التايب اي، راح يستخدم كذلك التايب سي. معناته الكولد
sensation ممكن ننقله بشكل أسرع من ال warm sensation. ليش؟ لأنه في عندي type A fibers ممكن أستخدمهم، ممكن أستخدمهم في بعض الأحيان. لكن هذا الإشي مش معناه إنه هيكون في عندي adaptation أعلى. فبشكل عام ال adaptation تاع thermoceptive sensations أو external thermoceptors بشكل عام بيكون بتميز بانه اشماله بيكون بتميز بانه بشكل عام مدعت، يعني مش هاي ولا لو، هو متوسط. لكن الاكيد انه الادابتيشن تاع الوارم ريسبتر راح يكون اعلى من الكولد ريسبتر. اذا مور ادابتيشن راح الاحظه في الوارم. شو معنى هذا الكلام؟ معناته انه قدرتي على اني اتكيف مع اللي هو ال مع الوارم سنسيشن راح يكون اعلى من قدرتي على التكيف مع الكولد ريسبتس، او قدرتي على تحمل درجات الحراره العاليه راح تكون اعلى من قدرتي على تحمل درجات الحراره البارده. تمام، فهي شغله مهمه. ومن ابرز الامثله على الموضوع، لو انت مثلا بدك تستخدم مي دافيه او مي ساخنه بس مش مغليه او مش والله يعني كثير سيئه، تمام، في البدايه راح تحس انه هاي في لس على المي، لكن بعديها خلص يصير الموضوع فيه ادابتيشن وتبطل تحس باي، يعني بصير الموضوع اخف يعني، وبالتالي بيكون ادابتيشن تاعها اعلى. في الكولد ريسبتورز الموضوع مش بنفس الدرجه، لا بيكون اقل. والاثنين بالمناسبه مش هذا الادابتيشن الكثير عالي، لا هو ادابتيشن متوسط اصلا، لكن الوارم بيكون عندي more adaptation than what than اللي هو الكولد ريسبتورز. تمام، اذا هذا الاشي بيهمنا نكون عارفينه من ناحية التمييز. اوكي، طيب في عندي كمان معلومة بتجمعهم بغض النظر كنت cold او warm. فبشكل عام الثيرموسنسيتيف بين ريسبتورز راح تشتغل لما تكون درجات الحرارة اقل من 10 واعلى من 45. يعني بمعنى اخر السنسيشن البين سنسيشن، يعني بدل ما انا احس بس بحرارة، لا احصير ايضا احس ببين سنسيشن لما تصير الحرارة هاي اقل من 10 واعلى من 45. وهاي شغلة مهمة لانه البين ريسبتورز شغله شغلتين أساسيات، كيميكال لايجنز ودرجة الحرارة اللي عندي إياها هون. طبعا هذا الإشي حنفصل فيه أكثر بس نحكي عن البين، لكن كونه حكينا عن هذا الموضوع بدنا نكون فاهمين انه الثيرموسيبتس سنسي او الثيرموسيبتس بتلقط درجات الحراره وتتعامل مع درجات الحراره المعقوله، درجات الحراره اللي كثير عاليه ما بتقدر تتعامل معها وبيكون في عندي بين، خلينا نحكي سنسيشن بنبلش نحس فيه. تمام، طيب طب كيف تشتغل هذول الثيرموسيبتس؟ ببساطه بتشتغل عن تهيق اللي هو التغيرات في خلينا نحكي التغيرات في الميتابوليك ريتس اللي بتيجي من الثيرمال ستيمولاي. يعني وكانه كيمو ريسبتر يعني ستيمولييتد كيميكالي، بيجي عندك اخونا الثيرمال ستيمولاي اللي هي حراره معينه، شو بتعمل؟ بتمسك الريسبتر وبتغير مستويات الميتابوليزم فيه او الميتابوليك ريت فيه، تمام، بترفعه بتقلله. المهم تغيرات في الميتابوليك ريت هاي بتؤدي لتفعيل هذا الثيرموسيبتر. تمام، مش بيهمناش كثير تفاصيل، فقط هذا الشيء اللي ذكرته الدكتوره. شو كمان بهمني؟ طبعا تنساش زي ما حكينا لاترال سباين وثلاميك تراكت. اوكي، هاي شغلة مهمة. الادابتيشن حكينا عنه. التستنج يا بنجيب تست تيوبس، يا مي ساخنة ومي بادة، وبنخليه يحسهم وبنصير نقارن والله هل قادر يميز بين الحرارة العالية والمنخفضة، هل قادر يميز بين درجات الحرارة المختلفة، انه هاي والله ساخنة اكثر هاي بادة اكثر. يعني بنقيس الموضوع من خلال التست تيوبس او من خلال ميتال تيوب. بنجيب ميتال تيوب اللي هي يعني زي خلينا نحكي قطعة معدنية، بنسخنها بشكل كهربائي وبنقيس درجات الحرارة تاعيتها او بتكون اندر الكنترول تاعنا. تمام، واثناء هذا الاشي ببساطة يعني بنحطها على السكن تاع المريض وبنشوف والله هل صار في عندي، هل قدر يميز ان هاي الحراره عاليه او لا. تمام، يعني تاتشينج ذا سكن عن طريق الميتال تيوب اللي بتكون متحكمين بحرارتها بشكل الكتريكال. تمام، وطبعا يفضل يكون كلوزد ايز عشان يتاكد انه هو مش عارف انه هذا الشيء ساخن او بارد. اوكي، في حال انه كان هذا الشيء واضح بالنظر. بس الدكتوره ما ركزت كثير على التست، انا بهمني اكثر شيء من السلايد تمييز بين الكولد والوم. تمام، اوكي، كمان مره على السريع احنا حكينا في عندي انترنال ثيرموسيبتس، في عندي اكسترنال ثيرموسيبتس. انترنال ثيرموسيبتس مربوطه بالانتيريور هايبوثالامس والاكسترنال، وبتقيس اللي هي الهيد تمبرتشر. الاكسترنال هي اللي بتهمنا اكثر، موجوده في السب ايبيثيليال ريجن في السكن، بتكون موجوده على شكل سبوت يونتس. بين السبوت يونتس في ثيرمال انسنسيتيف اريا ما بتحس بالحراره، و
حكينا في عندي كولد سيبتس، في عندي وارم سيبتس، حكينا الاثنين بيكون عندهم في نيرف ودرجات الحرارة بتكون أعلى من 45 وأقل من 10 بيشتغل فيها البين ريسبتس. كمان شغلة مهمة إنه غير إنهم في نيرف غير فكرة البين ريسبتس، بيكون في عندي خلينا نحكي عدد أقل في الوارم سيبتس، أقل بأربع لعشر مرات، وبيكون أربع لعشر مرات أكثر لدى الكولد، وبنتقل الكولد عن طريق تايب A and C، بينما الوارم فقط عن طريق التايب C. وعلى الرغم إنه نقله بطيء، لكن الادابتيشن تاعه بيكون سريع، وقدرته على تحمل درجات الحراره بتكون اعلى من قدره اللي هو الكولد، قدره الجسم على التعامل مع درجات الحراره المنخفضه، لانه حيصير في عندي less adaptation بيكون لدى الكولد. اوكي، بيتم الموضوع عن طريق تغير الميتابوليك هيت، وبصير انا في عندي اللي هو بنتقل عن طريق lateral spinal thalamic tract والتستنج. يا اما بجيب تست تيوب، يا الميتال تيوب، بكون بتحكم بحرارتهم، بخليه يلمسهم وبشوف قدرته على التمييز بالحراره بدون ما يكون متطلع عليها. تمام 100%. الان نروح على البين سنسيشن. بخصوص البين سنسيشن، اول معلومه بيهمني نكون عارفينها انها تعتبر شمالها تعتبر نون سبيسيفيك او مالتي مودال، بمعنى اخر ممكن انا اؤدي لاحداث بين بستيمولاي مختلفه، مش شرط يكون هذا الاستيمولس حراره، مش شرط هذا الاستيمولس يكون تاتش، مش شرط يكون بريشر، مش شرط يكون ستريتش، بغض النظر شو كان، يعني في عندي انواع مختلفه من الاستيمولاي ممكن تؤدي ل تشغيل هذا المسار او تشغيل هذا السنسيشن. تمام، سواء كانت ميكانيكال، كانت ثيرمال، او كانت كيميكال. هاي شغله مهمه. شغله اخرى بتهمنا شو الفائده من البين سنسيشن؟ بروتكتيف فانكشن. لو انا ما حسيت بالوجع بالمكان اللي فيه مشكله، ما راح اعرف انه في عندي مشكله وما راح اعالجها. تمام، ببساطه. وشغله جدا مهمه انه يعتبر اولموست نون ادابتنج. تمام، يعني البين سنسيشن فعليا يعتبر ما فيه، خلينا نحكي البين ريسبتورز، تمام، ما بصير لها ادابتيشن، ما بصير لها ادابتيشن. تمام، طيب كيف بضل احس بالوجع طول اليوم؟ لا، بيكون في عندي نظام اخر مسؤول عن تخفيف البين، بسميه باسم الان الجيسك سيستم. يعني بمعنى اخر البين سنسيشن هو سنسيشن مختلف عن باقي السنسيشنز. تمام، ليش مختلف؟ لانه ما بصير فيه ادابتيشن، ما بصير فيه ادابتيشن. باقي السنسيشنز بالعاده ممكن تخف بشويه ادابتيشن، سواء كان رابيد او كان سلو، بس على الاقل في شويه ادابتيشن، بينما هذا البين سنسيشن ما بصير له ادابتيشن ابدا. طبعا هذا الشيء كبروتكتيف فانكشن، لكنه في المقابل ممكن اخفض عمليه الاحساس فيه، او يعني اخفض تاثيره عن طريق نظام خاص بس بتخفيض البين، بسمي هذا النظام باسم الان الجيسك سيستم. هذا الشيء رح نحكي عنه بعدين مش الان. طيب الان في البدايه نحكي شويه كلام عن النوس سيبتس او البين ريسبتس. اول شيء في نيرف، اذا قاعده تقول سواء كنت ثيرمال او بين، في نيرف اندنج، ما في عندي موديفيكيشن، ما في عندي اي تعديلات ولا اضافات ولا اي شيء من هذا القبيل. تمام، شغله مهمه اخرى اللي هي انه حيكون انت في عندك عدد اكبر من البين ريسبتس في السكن مقارنه في الديب تيشوز. طيب ببساطة السكن بيغطي مساحة كبيرة، تمام، ويعني معرض أكثر لفكرة حدوث الإريتيشن، وبالتالي المناطق السوبرفيشال أو السكن بشكل عام بيكون نسبة حدوث إريتيشن فيه أعلى وبيغطي مساحة أكبر، معناته أنا بطبيعة الحال بيلزمني عدد أكبر لتغطيته، بينما في المقابل التيب تيشوز والفسرة يعني بيكون الموضوع أقل. عشان هيك ببساطة الإشي اللي بهم تكون عارفه، عدد البين ريسبتس بيكون أعلى بالسكن مقارنة في الديب والبسها. تمام، طيب كيف بنشغل البين ريسبتورز؟ عشان نفهم الميكانيزم تاع التشغيل، اولا هذا نوع من انواع الايون شانلز، يعني ريسبتور بيشبك عليه لايجند او بتشغل بتمبريتشر معينه، بيفتح لي ايون شانل وبيعمل شويه تغيرات، فبيشغل لي جريدد بوتنشال ذن اكشن بوتنشال. تمام، فالإشي اللي بيهمني من هذا الكلام انه هي عباره عن ايونت شانل بنسميهم باسم ترانزيت ريسبتور بوتنشال شانل. دكتوره مش كثير ركزت على هذا الموضوع، لكن بشكل عام اعرف انه هذول بيكونوا تي ار بيز، ست انواع منهم بيشتغلوا كيف؟ اما بالتمبريتشر او باللايجنز. منهم اللايجنز كيميكال لايجنز بتيجي من الدمجت تيشو، منهم برادكاينين وبروتيولايتيك انزيمز اند اذرز. تمام، بمعنى اخر كيف انا ممكن اشغل البين ريسبتور؟ عشان انا احس بالبين، او عشان البين ريسبتور يشتغل، او عشان احس انه التيشو مضروب فلازم انا احس بالبين، لازم يصير انا في عندي ايش؟ لازم انه يصير في عندي واحدة من ثنتين، يا اما تمبريتشرز كثير عاليه او منخفضه زي ما حكينا قبل شوي، يا اما يكون في انا عندي الكيميكال لايجنز اللي جاي من الدمج تيشو، يعني بصير في عندنا انفلاميشن
نتيجة إنه التشو ضرب بيطلع عندك شوية مواد زي البروتيولايتينج إنزيم زي البرادكاينين. هاي المواد بتيجي على أطراف السنسوري نيرفز عند جهة اللي هو البين ريسبتورز وبتحكي له معلم في عنا مشكلة هون شغل لي الريسبتور تاعك تمام، وبالتالي بيشتغل بعديها البين سنسيشن اللي عنا إياه. وبالتالي البين ريسبتور بتفعل بطريقتين، إما بالتمبريتشرز اللي حكينا عنهم قبل شوي أو بالكيميكال لايجنز اللي جاي من الدمجت تشو هاي، وهاي بشغلوا البين سنسيشن تمام. طيب شو نوع الريسبتور؟ تي ار بي. كم نوع له؟ 6 انواع تمام. بيهمنا اكثر من هيك تفاصيل؟ لا، لكنهم هاي موجودين احتياطا هون. طيب اوكي، هذا خلصناه وهذا خلصناه، الان عندنا 3. طيب الان هون بيحكي لك انه الفاست اند سلو بين اكوردنج تو اتس سايد. طيب هسه بيحكي لك البين سنسيشن انا ممكن اقسمه باكثر من طريقه تمام، يا بقسمه لسلو اند فاست يا بقسمه حسب الاماكن. نبدا باول تقسيم اللي هي سلو اند فاست تمام. طيب هسه هون بدنا نركز منيح عشان نفهم الموضوع. طيب فاست بين معناته احنا قاعدين نحكي عن بين عم بنحس فيه بسرعه، السلو لا ما عم نحس فيه بسرعه، بحاجه لوقت. اوكي هاي اهم فرق بيناتهم، السلو بين بيكون ابطا من الفاست بين وواضح جدا من الاسم تاعهم. اوكي طيب الفروقات اللي بتهمني اكثر هي الان، اول شيء الفاست بين ما راح احس فيه الا اذا كان الدمج في السكن، بينما السلو بين ممكن احس فيه بالسكن لكنه مينلي ديب تيشوز اند بس. اوكي يعني بمعنى اخر الفاست بين بالعاده انا بحس فيه من السكن، لكن هذا الاشي مش معناه انه مش ممكن احس بالسلو بين من السكن، لا عادي ممكن احس بالسلو بين من السكن ومن الديب تيشوز، لكن بالعاده البين اللي بيكون جاي من السكن هو فاست بين تمام. يعني معظم الكيوتينس بين بيكون فاست بين. اوكي هاي شغله جدا مهمه. طيب باقي الشغلات هيكون عارفها هيكون عارفها. طيب الفاست بطبيعة الحال دي يكون شارب اند اكيوت، السلو دي يكون كرونيك اند بيرنينج تمام، يعني واضح جدا. شو كمان؟ طيب هسا اهم شيء عندي هذول الاربعة. اوكي طيب كيف نحفظهم؟ اول شيء احفظ لي اسم التراكت ومن التراكت بتطلع الباقي. اوكي اذا لما احنا نحكي فاست بين معناته قاعدين نحكي عن نيو سباينو ثيراميك تراكت، نيو سباينو ثيراميك تراكت. طيب عشان نتذكر الباليو والنيو سباينو ثيراميك تراكت حكينا هدول عباره عن تراكتس بتيجي من اللاترال ايش؟ من اللاترال سباينو ثيراميك تراكت، من اللاترال سباينو ثيراميك تراكت، وحكينا هذا اللاترال رح ينقسم لقسمين، قسم رح يكون نيو وقسم رح يكون باليو. طيب مش متذكرين شو هم النيو والباليو، هسا بنفهم الاشي اللي بيهمنا منهم عشان البين. اوكي طيب اوكي نيو سباينو ثيراميك، تخيل معايا يا سيدي العزيز انه النيو من كلمة نيو، تخيل معاي انه النيو من كلمة نيو يعني عبارة عن فايبرز، يعني خلينا نحكي نظام اتصالات حديث، تخيل معاي انه هو عبارة عن نظام اتصالات حديث. نظام الاتصالات الحديث ايش بده هذا او ايش بيحتاج؟ بيحتاج فايبرز سريعة وبيحتاج كذلك بيتا ريكوجنيشن، يعني لازم يوصل للكورتيكال اريا. طيب عشان ما نتخبط الان احنا نميز بين الفاست بين والسلو بين بمجموعه شغلات. انا بدي اميز انه الريسبتورز تاعونهم وين موجوده تمام، حكينا عن هذا الموضوع. اثنين بدي اميز ايش الفايبرز اللي بتحملها. ثلاثه بدي اميز شو التراكت اللي بتمشي فيه. اربعه بدي اميز وين المكان اللي حتوصل له. وخمسه بدي اميز هل انا بقدر انه اعمل له لوكاليزيشن او لا تمام. هذا هو الاشياء اللي اميز بيناتها تمام. إذا لما أحكي نيو معناته قاعد بحكي عن نيو، طبعا هذا التراكت نيو سباينو ثيراميك هو التراكت. أوكي كلمة نيو يعني نظام اتصالات حديث معناته حيكون فاستر، بالتالي النيرف فايبرز شو بتوقع أكون؟ ألفا. طب ألفا إيش؟ ما هو لترال سباينو ثيراميك، يعني مستحيل يكون إشي أسرع من ألفا من إيه دلتا، مستحيل يكون إشي أسرع من الإيه دلتا تمام. طيب وشغلة ثانية مش بس حيكون فاستر، لا رح يكون في عندي ريكوجنيشن افضل له، بالتالي بقدر اعمل لوكاليزيشن له، وهذا الشيء عشان يصير لازم يوصل للكورتيكال اريا او للسنسوري كورتكس تمام. طيب اوكي فيعني هاي طريقة حفظ الموضوع، يعني انتم بتقدر اذا انتم فاهمين اصلا النيو سباينو ثيراميك فخلص هذول المفروض تحصيل حاصل. اوكي بس يعني هي كطريقة حفظ عشان تضلكم متذكرين الموضوع تمام. طيب خلينا نحكي نظام الاتصالات الحديث هذا مش 4G ولا 5G انما 15G تمام. شو يعني 15؟ 1 و5 وجي. 1 و5 هذول اللمنة اللي حيوصلوا له، وجي اللي هو الجلوتاميت او الطريقة اللي حينتقل فيها البين، الطريقه اللي حنقول فيها للسكند للسكند اوردر اللي هو الجلوتاميت تمام. طيب عشان نفهم الموضوع بشكل مفصل اكثر خلينا ناخذ مثال هون.
تمام؟ أوكي، أنا في عندي fast pain، هذا الفاست بين أجا من السكن، تمام؟ نقلوا مين؟ فايبر سريع، لأنه حكينا فاست، بالتالي مين؟ ألفا A دلتا، A دلتا، تمام؟ طيب الـ A دلتا كونه تابع للنظام السريع اللي هو النيو، فهذا نظام اتصالات سريع، حيشتغل على الـ 15 جي، معناته وين حيوصل؟ حيوصل لعند لامينا 1 ولامينا 5. لما يوصل للامينا 1 ولامينا 5 بيكون أنا في عندي سكند أوردر نيورون هيو بستناه، هي لاحظ سكند أوردر نيورون وسكند أوردر نيورون. فايش رح يعطيه؟ ايش رح يكون بين الفيرست والسكند اوردر نيورون؟ رح يطلع شيء بسميه باسم الجي او الجلوتاميت. اذا 15 لامينا 1 لامينا 5 وجي اللي هو الجلوتاميت. من وين اجوا؟ من الفا فايبر. من وين اجى؟ من السكن. طب وين رايح؟ لعند السيريبرال كورتكس. ليش؟ لان حكينا هذا نظام حديث، نظام حديث معناته رح يعمل له بيتر ريكوجنيشن، معناته لوين رح يوصل؟ لعند السيريبرال كورتكس. اوكي، فهي طريقه التمييز، تقدر تشوفوا الشيت في حال انه ما فهمتوها منيح. طيب الطريقة الثانية اللي هي السلوبين، السلوبين بدنا نكون فاهمين انه رح يختلف شوي. حكينا السلو يعني بالعادة بيجي من وين؟ بالعادة بيجي من الديب تيشوز اند فيسرا بمعظم الحالات، لكن ممكن يجي ايضا من السكن. اوكي، فهي شغلة خليها ببالك. وحكينا اكيد اللي هو الكرونيك. هسا انا بيهمني نميز هذول، تمام؟ اول شيء احنا استخدمنا النيو بالفاست، فمين ضل عندي هون؟ باليو سباينو ثلاميك، تمام؟ طب كيف ممكن اميز؟ شايف كلمة سلو؟ ركز لي على حرف الاس. اوكي، من السلو، بما انه سلو فاكيد رح ينتقل بالتايب سي، تمام؟ اس وسي او تايب سي، انت عارف انه هو اصلا بطيء، تمام؟ وبما انه سلو فرح يتعامل التايب سي مع شيء بسميه باسم السبستانس بي، مش الجلوتاميت، لا، سبستانس بي. اوكي، والسبستانس بي هذا رح يعمل اللي رح يطلع على سكند اوردر نيورون. وين رح يكون موجود؟ في السبستانشيا جيلاتينوزا هولندي، تمام؟ سبستانشيا جيلاتينوزا هولندي اللي هي موجوده في اللامينا 2 واللامينا 3. اوكي، طيب كيف تقدر تتذكرها؟ سلو سي سبستانس بي اس جي ار، تمام؟ تمام التمام. بما انه عندك سبستانس بي باليو سباينو ثلاميك، او بما انه استخدمنا النيو هناك فانا هون ايش راح استخدم؟ الباليو بطبيعه الحال، تمام؟ طيب الان بما انه هذا باليو فراح يكون سب كورتيكال، لانه سلو وابطا ونظام قديم، فما راح يكون ايش؟ لوكلايزد كثير، ولا راح يكون ديترمند كثير، ليس لوكلايزد اند ديترمند. وبالتالي شو راح يكون الوجع؟ ديفيوز مش لوكال. شو يعني ديفيوز لوكال؟ يعني بقدر احدد انه بالنقطه الفلانيه 100%، ولا بيكون الوجع ديفيوز انا مش قادر اميز باي نقطه، تمام؟ هذا هو الفرق بين هذا وهذا. ذاك لا، بقدر اميز باي نقطه بالضبط، يعني لما يكون في عندي جرح باصبعي خاص بميز انه بهاي النقطه في عندي وجع، بينما لما يكون مثلا في عندك وجع فيسرال او اي نوع من انواع الاوجاع المختلفه، بالغالب حيكون الموضوع شماله، اي نوع من انواع الديب والفيسرال، فبالغالب حيكون شماله، بالغالب حيكون شماله ديفيوز، تمام؟ شو كمان؟ وزي ما حكينا حيكون سب كورتيكال، اذا لا يصل للكورتكس، وهي معلومه هسه حنحكي عنها بشكل مفصل كمان شوي. طيب نيجي هون ونطبق الشيء اللي حكيناه، انا في عندي ديب بين او فيسرال بين، اوكي؟ اوكي، بنتقل عن طريق السي فايبر. جميع الأحوال هو سلو، فبنتقل عن طريق السي. السي فايبر بوصل لوين؟ للاس جي ار سبستانشيا جيلاتونوزا اوف هولندي، تمام؟ وين بتكون موجودة؟ في لامينا 2 ولامينا 3. شو بتطلع؟ سبستانس بي اس، تمام؟ تنساش هذا الموضوع. وكل هذا الاشي تابع ل باليو سباينو ثلاميك، ولوين بوصل؟ سب كورتيكال اريا. بس إذا ما فهمتوا بتقدروا برضو تشوفوا الشيت، لكن يعني هذا هو الموضوع. الآن يعني هيك أتوقع خلصنا هذا وهذا وهذا، طلع لنا اللي هو هون. طيب الآن central perception of pain sensation. اوكي، هون بدي احكي لك زي ما حكينا بنتقل باللاترال سباينو ثلاميك، ممكن يكون باليو ممكن يكون النيو. هون بدي اعطيك بس شوية تفاصيل زيادة، تمام؟ حكينا كل شيء عن الباليو، حكينا كل شيء عن النيو، لكن بحكي لك بما انه انت باليو فالسب كورتيكال وين بالضبط؟ بالسب كورتيكال في ريتيكولار فورميشن، وهي خليها ببالك ومهمة بالنسبة لنا. وانت لامينار ثلاميك النيوكلياي، تمام؟ النيو لا، هذا بوصل لعند الكورتيكال سيماتيك سنسوري فايبرز، تمام؟ وبيكون في عندك هون فينتو بيزل كومبلكس اوف ثلامس قبل ما انت توصل للكورتكس، اوكي؟ 100%. طيب الشغله اللي بعديها انه انت في عندك كورتيكال سيماتيك سنسوري ارياز. طيب هسه في عندي معلومه جدا مهمه هون، انت قاعد تحكي لي انه السلو بين انا حسيت فيه مع انه ما وصل للكورتيكال اريا. طب هذا الشيء ايش بدل؟ بدل على انه الجنرال بيرسبشن اوف بين بيحدث في السب كورتيكال اريا. يعني بمعنى اخر انا مش بحاجه انه البين يوصل لعند
اللي هو الكورتكس عشان أحس فيه. مجرد ما وصل للسبكورتيكال إيريا فهذا الإشي كافي. Pain is generally perceived mainly at subcortical level. يعني مجرد ما وصل للثلمس reticular formation أو أي lower center من السبكورتيكال إيريا فأنا هيك رح أعمل general perception لمين للبين، بحس بالبين بشكل عام. لكن إذا أنا بدي أحس فيه بشكل كثير مخصص باللوكاليتي والكواليتي فأنا بحاجة لمين؟ للكورتيكس، لا الكورتكس. تمام؟ وبالتالي الكورتيكال سنتر are essential for the quality and locality of pain. اوكي؟ وبس. طبعا هون فعليا بتم بمجرد الوصول للسب كورتيكال مش الكورتيكال ارياز عندنا ان شاء الله. وهيك احنا المفروض تكون 100% هيك امور اللي هو كيف احنا نميز بين الفاست وبين السلو بين والبين سنسيشن بشكل عام. طيب هنحكي الان عن الانواع بالتقسيم الاخر. عندي الكيوتينس بين اللي هو البين اللي انا بحس فيه من ديسكن. هذا البين ممكن يكون فاست ممكن يكون سلو. شو الدليل على الموضوع؟ حكينا انه الفاست بين ممكن يكون يجي من ديسكن والسلو بين حكينا يجي من ديسكن، لكن مين الميجر؟ تمام اكيد الفاست بين. طيب وبس كيف ممكن نقيس الموضوع؟ بنجيب إشي ساخن تمام بحطه على إيد المريض تمام وبخلي وبشوف عند أي درجة حرارة حس بالوجع تمام. هذا هاي طريقة تمييز الموضوع ومش كثير تست يعني ركزت عليه، لكن هاي هي الطريقة ببساطة. إحنا بنحط له إشي ساخن وبنشوف عند أي درجة حرارة بلش يحس بالوجع. طيب هسا من الكيوتينس بين طلع عندي نوعين من أنواع البين، إشي بسميه باسم البرايمري هايبر ألجيسيا وإشي بسميه باسم السكندري هايبر ألجيسيا. كلمة ألجيسيا معناته أنا قاعد بحكي عن إيش؟ قاعد بحكي عن كلمة بين، ولما أحكي كلمة هايبر معناته أنا قاعد بحكي عن زيادة في هذا البين. تمام؟ وبالتالي هايبر ألجيسيا هي شعور بالبين من أشياء مش لازم تحسسك بالبين. اوكي يعني لما انا اجيب مثلا ابره واحطها او خلينا نحكي دبوس واحطه على السكن غزه هنا انا المفروض احس بالوجع، لكن لو جبت انا مثلا اصبعي ولمست فيه اصبعي فانا المفروض ما احس بالوجع. اوكي ف لكن في حالة الهايبر ألجيسيا مجرد ما أنا حطيت إصبعي راح أحس بالوجع، مع إنه هذا الإشي ما سبب لي دمج للتشو. مش إحنا حكينا المفروض أنا أحس بالبين يا بزيادة الحرارة يا إما بحدوث دمج للتشو. طب أنا لا صار عندي زيادة بالحرارة ولا حسيت بدمج للتشو، طيب ليش أنا حسيت بالوجع؟ السبب في ذلك هذا الإشي بسميه طبعا باسم البرايمري هايبر ألجيسيا. تمام؟ طيب ما الفرق بين البرايمري والسكندري؟ الآن حنفصل بيناتهم، لكن الآن خلينا مركزين على البرايمري. أوكي؟ رح تلاحظ هون إنه أنت صار في عندك مثلا بين، مثلا يا سيدي العزيز أنت جبت غزيت حالك بإشي معين، تمام؟ بالغلط غزيت حالك هون، على سبيل المثال، شايف المنطقة اللي حوالين البين هذا اللي هون؟ رح تصير شمالها حمراء، أو مثلا يا سيدي في بعوضة عضت هون، تمام؟ ناموسة عضت هون، اللي حواليها شو رح يصير برضه؟ عنده حمار. طب ليش صار في حمار هون أو ريدنس هون؟ تمام؟ وليش لما ألمسه رح أحس بالوجع مع إنه أنا مش لامس المكان اللي فيه دمج، تمام؟ أو بمعنى آخر أنا أصلا بمجرد عملية اللمس ما عم بعمل دمج. يعني انا لما المس هذا المكان هل هيك انا بسبب دمج للتشو؟ لا تمام، لانه انا مش عم بجيب الابهه نفسها اللي عملت فيها الدمج وبحطها كمان مره، لا انا عم بقوم بستيمولاي المفروض ما يخليني احس بالوجع. طب ليش عم بحس بالوجع؟ هذا بسميه باسم البرايمري هايبر ألجيسيا، وهي بتحدث فقط بالمكان اللي بيكون فيه هيدنس او المكان اللي حوالين البين. اما المكان اللي ما فيه هيدنس وبيكون حوالين المكان البرايمري تاع البرايمري هايبر ألجيسيا بسميه باسم السكندري هايبر ألجيسيا، وهذا مش وقته الآن رح نحكي عنه كمان شوي من باب التمييز، لكن أنا بهمني نفهم شو هي كلمة البرايمري هايبر ألجيسيا وكيف بتحدث. تمام؟ طيب عشان نرجع نرتب أفكارنا كمان مرة، البرايمري هايبر ألجيسيا معناته إنه الإشي اللي المفروض ما يعمل دمج للتشو عم بخليني أحس بالبين. يعني لما أنا ألمس مثلا مكان الجرح أنا لما ألمسه ما عم بعمل دمج إله، لكن عم بحس بالوجع تاعه. في المقابل لما ألمس مكان هيلثي أنا ما بحس بالوجع، معناته عملية اللمس بحد ذاتها هي ما بتسبب وجع لأنها ما بتعمل دمج للتشو. طب أنا ليش عم بحس بالوجع في المكان اللي بيكون فيه دمج تشو؟ السبب في ذلك إنه رح يكون الريسبتورات اللي موجودة هون رح تكون حساسة، صار لها sensitization. كلمة حساسة معناته البين ثريشولد تاعها نزل، يعني بمعنى آخر إنه أي إشي سيوصلها للثريشولد، أي ستيمولاي من السهل جدا يوصلها لمرحلة الثريشولد وبالتالي من السهل جدا يخليك تحس بالبين. تمام؟
طب شو سبب هذا الاشي؟ يعني ايش الاشي اللي خلى هذول الريسبتورات حساسة؟ تمام؟ بحكي لك رح يصير في عندي سنسيتايزيشن للبين ريسبتورز. شو سبب هذا الاشي؟ سببه انه لما انا يصير في عندي دمج تشو رح يطلع عندي مجموعة مواد زي الهيستامين وزي الكاينين والانزيمز والبروتيولايتيك انزيمز وزي البراديكاينين وغيرها، تمام؟ هسا هدول السبستانسز المفروض انهم يعني ايش يسببوا؟ يخلوني احس بالبين، تمام؟ مش يخلوا البين ريسبتورز حساسه لاي شيء، تمام؟ يعني المفروض ايش يعملوا؟ يخلوني احس بالبين، مش يخلوني حساس لاي شيء، تمام؟ لكن في حاله البرايمري هايبر الجيسه اللي حيصير عندنا اياه انه ببساطه هدول المواد اللي طلعوا راح يسببوا لي شغلتين. اول شيء خلوني احس بالوجع نتيجه الدمج اللي انا اصلا عندي اياه بالتشو، وثاني شيء لما المس استيمولاي ما بيسبب دمج، لما المس يعني على سبيل المثال او لما اقوم باستيمولاي ما بيسبب دمج على هذا المكان راح احس بالوجع، وسببه انه الريسبتورات الموجوده هون بتكون قهيبه من الدمج تشو، وبالتالي بتكون قهيبه من هدول المواد، ولما تكون قهيبه من هدول المواد راح تكون الريسبتورات حساسه، وبالتالي حتى لو انا ما سببت استيمولاي بيعمل دمج للتشو او بغير بحرارته لدرجات كثير عاليه او كثير واطيه فراح احس بالوجع بجميع الاحوال، تمام؟ ان شاء الله هيك تكون وصلت، وبجميع الاحوال هي مكتوب هون ومشروحه ايضا هون وهون ممكن انكم تشوفوها، تمام؟ طيب هسه في نظريه ثانيه الدكتوره مش كثير فصلت فيها لكنها موجوده اللي هي طريقه اللوكال اكسن ريفلكس. ايش هي فكرتها؟ لوكال اكسن ريفلكس انا بحس هون بالبين، تمام؟ بنقله بالسنسيشن، تمام؟ وفي المقابل بعمل عمليه ثانيه انه بعمل لوكال ريفلكس، يعني بمعنى اخر بدل ما اروح للسي ان اس ويرجع لي هون بنيرف فايبر ثاني وكل شيء مختلف، لا بصير في عندي ريفلكس بنفس الاكسن. هذا ريفلكس بيؤدي لانتاج شيء بسميه باسم انتي دوميك امبلسز. شو يعني انتي دوميك امبلسز او انتي دوميك؟ تمام؟ فيني تو تايبس اوف امبلسز، يا اما اورثو يا اما انتي. هسا الاورثو اللي هي بالطريق المعتاد، انا في عندي سنسيشن بيمشي بالطريق المعتاد، لكن لو انا مشيت بعكس اتجاه السنسيشن بالسنسوري فايبر وقتها بسميها انتي دوميك امبلسز. اوكي، المهم يا سيدي العزيز انا بهمنيش كل هاي التفاصيل، بهمني انه كل هذا الاشي رح يوصل بالنهايه لانه يؤدي لاحداث ديس خلينا سكريشن لماده بسميها باسم السبستانس بي. طبعا هون مختلف عن هذاك، هناك كنا نحكي سبستانس بي قاعدين بنفرزه على سكند اوردر جاي من سنسوري فايبر، تمام؟ وين قاعدين بنفرزه؟ بالسي ان اس وعلى سكند اوردر باللامينا، يعني سواء كانت لامينا 1 اند 5 او لامينا 1 او لا مش باللامينا 1 اند 5، كانت لامينا 2 اند 3، تمام؟ بينما هون لا، احنا قاعدين نحكي عن افراز للسبستانس بي عند البريفرال تيشو نوت ان سي ان اس، تمام؟ فهاي الشغله خليها ببالك. المهم فتاثيره رح يختلف، انا ليش حكيتها؟ عشان نميز بين هاي وهذيك، يعني الشيء اللي عم نحكي فيه هون ملوش دخل بالشيء اللي كنا نحكي فيه قبل شوي، تمام؟ طيب المهم السبستانس بي هذا اخونا اللي بالله ايش رح يعمل؟ رح يجي على الريسبتورات اللي حواليه وايش بيعمل فيها؟ بخليها حساسه، تمام؟ يعني ببساطه يختلف سبب الحساسيه، هل هو عباره عن انتي دروميك امبلس أدت لحدوث ديستشارج للسبستانس بي نتيجة لوكال أكسن ريفلكس، ولا هل هو سبب الكيميكال لايجنز نفسا؟ طبعا هو يقال إن السبب هذا وهذا، تمام؟ طيب وبرجع بأكد كمان مرة، فعليا الدكتورة ما ركزت كثير على الميكانيزم، لكن احنا بهمنا أهم شيء إنه البين ثريشولد رح ينخفض، وبهمني فكرة السنسيتايزيشن أوف بين ريسبتورز وإنه أنت شيء ما عم بيسبب دمج فليش يخليك تحس بالوجع، تمام؟ فبس يعني هاي هي فكرة البرايمري. الآن السكندري الموضوع شوي مختلف وبعيد عن البريفرال أريا، يعني هو مربوط أكثر بفكرة خلينا نحكي بالسنترال أريا أكثر، تمام؟ طيب في البداية هي بتحدث بالهيلثي سكن اريا الموجودة خلف البرايمري هايبر الجيسيا، تمام؟ يعني موجودة خلف المنطقة اللي حكينا عنها قبل شوي اللي حكينا بصير فيها ريدنس. طبعا بالمناسبة ما حكينا ليش بصير في عندنا ريدنس، في عندي شيء بسميه باسم التريبل ريسبونس. التريبل ريسبونس هي عبارة عن ايش؟ هي عبارة عن اللاين الاحمر مع الفلير مع الويل، اوكي؟ يعني بس عبارة عن ريدنس، هذا الشيء اللي بيهمنا، مش كثير بتهمني تفاصيل التريبل ريسبونس نفسها، لكن ولا الدكتورة اهتمت فيها، لكن كون عارف انه هاي المنطقة رح يكون فيها ريدنس، تمام؟ يعني هذا أهم شيء لازم نكون متذكرينه، اوكي؟ عاد بخصوص البرايمري هايبر الجيسيا. الان بالنسبه للبين راح يكون البين ثريشولد ما راح يكون لوات اتس نوت لوات، بل حتى قد يكون نورمال او قد يكون اليفيتد.
طب كيف البين ثريشولد اليفيتد وبتحكي لي انت عن هايبر الجيسيا؟ تمام، يعني الموضوع شوي غريب. اوكي طيب، الان الفكره اللي يعني لازم يكون فاهمينها منيح بتاعيه السكند هايبر الجيسيا انها مختلفه عن البرايمري بفكره البين ثريشولد وبفكره المكان. هون حيكون في عندي هيلثي سكن اريا، بينما هون الانجد سكن اريا واللي بتحوط فيها. هون حتكون حوالين البرايمري هايبر الجيسيا، هون حيكون البين ثريشولد اقل، هون حيكون البين ثريشولد ثابت او حتى اليفيتد، بينما هون البين ثريشولد حيكون اقل. هذا اهم شيء في التمييز ما بين النوعين. تمام، طيب في عندي تفصيل بالميكانيزم، هسه ندخل بالتفصيل. تمام طيب يا سيدي العزيز، تعال لي هون. انا في عندي هون تيشو مضروب وهون تيشو هيلثي. اوكي، التيشو المضروب هذا صار في حوالينه في المناطق او التيشوز اللي حوالينه صار في عندك البرايمري هايبر الجيسيا. تمام، طب في عندك منطقه هيلثي تماما ما لهاش اي دخل بالموضوع ولا حتى صار فيها ريدنس موجوده هون لهي المنطقه. تمام، هسه هاي المنطقه راح يكون في منها سنسوري نيرف فايبرز راح تاخذ منها، وهي كذلك راح يكون في لها سنسوري نيرف فايبر. فايش راح يصير عندي اياه؟ انه الاثنين بيلتقوا بمكان واحد وبيجتمعوا بسنترال نيورون واحد، يعني تو افيرنت نيورون وذ وان سنترال نيورون. اوكي، اجتمعوا بمكان واحد، هذا بسموه الكونفرجنس اللي هو زي هيك. تمام، وهذا سنترال واحد، هذا تنتين افيرنت، بس يعني هاي هي فكره الكونفرجنس. اوكي، فشو اللي حيصير عندي اياه؟ راح تجتمع الامبلسز اللي هون مع الامبلسز اللي هون، فبصير في عندي اكزاجريتد بين. اوكي، فلما يوصل للسي ان اس بيفكر انه البين اللي اجا من هذا هو اجا من هون. ليش؟ لانه الاثنين اجتمعوا بمكان واحد. تمام، لو انه ما صار في كونفرجنس بيناتهم خلص رح اميز بسهوله انه البين والله جاي من هون لحاله. تمام، بس لانه صار في كونفرجنس رح اصير اخلط شوي بين انه هل البين جاي من هون ولا جاي من هون. طبعا هو بحس بالبين هون وبحس بالبين هون. اوكي تمام، التمام، هاي هي الفكره. دكتوره برضه ما ركزت كثير على الميكانيزم وما اعتقد انها كثير مهم نكون عارفين تفاصيلها. تمام، بس نكون فاهمينها بشكل عام. اوكي، the pain arose from such area prolonged and exaggerated. طيب هسه الفكره انه انت قبل شوي حكيت لي the threshold شماله normal and even elevated. طيب شو معنى هذا الحكي؟ معناته لو لمسته انا لمسه عاديه او حتى لو لمسه المفروض شوي تخليه يحس بالوجع ما راح يحس فيها، لكن لو ضليتني عم بلمسه فيها او ضل الموضوع prolonged وزدتها كثير زياده راح يحس بوجع كثير مؤلم، مع انه مش المفروض يحس بوجع اصلا. تمام، يعني لو انا جبت normal stimuli وضليت حاطه لفترة طويلة وبشكل exaggerated يعني مستمر لفترة طويلة وبشكل متزايد، تمام، وقتها يحس بوجع كثير سيء ومؤلم. اوكي، فهي هي فكرتها ببساطة. ممكن تشوفوا انتو شيت وتكهوا الشرح تاعها في حال انه النقطة لسه ما وصلتش، كل اشي حكيناه بالشرح رح يكون مكتوب هون ان شاء الله. طيب، شغلة اخرى مهمة اللي هي secondary hyperalgesia، بنكون فاهمين شغلة انه ممكن تحدث without the primary hyperalgesia. طيب كيف ممكن تحدث بدون الهايبرالجيسيا؟ يعني شو الإشي اللي زاد كمية الامبلسز للسي ان اس؟ ممكن السي ان اس نفسه يكون فيه ليجن، زي لما نحكي عن spinal cord ليجن او thalamic ليجنز. طيب هيك احنا بنكون انهينا هذا وانهينا هذا. طيب ننط الان على الديب والاسكيميك بين. طيب خلصنا احنا هيك الكيوتينس بين، فنحكي الان عن الديب بين. خلاصة هذا الموضوع، ميز لي بين هذول النقطتين، هذا اهم شيء، واعرف لي نقطة السنسيتايزيشن والباقي يعني المفروض انه الان امور واضحة بالنسبة له، لكن يعني الدكتورة هذا الشيء اللي ركزت عليه، ركزت على هذول وعلى كذلك هذول. تمام، طيب الان نحكي عن النوع الثاني من اللي هو البين حسب اللي هي المكان اللي اجى منه. في عندي الديب بين وفي عندي الاسكيميك بين. طيب الديب بين اللي هو بيجي من المسلز ومن الجوينتس ومن البيريوستيوم. تمام، واضح جدا. انا بس بيهمني من هذا الكلام اللي هو امثله عليه انفلاميشن ومسل اسكيميا وارثرايتس، يعني هاي واضحه جدا، بس الاسكيميا سيبنا منها شوي لانه احنا نحكي عنها في الاسكيميك بين. اوكي، مع انه الدكتوره ذكرتها مع الديب بين. على كل، يعني في عندك الارثرايتس والانفلاميشن هي امثله اوضح بكثير منهم. تمام، او حتى التراوما كذلك مثال اوضح على الديب بين.
الإشي اللي بيهمنا كثير بالنسبة للديب بين إنه لو حدث في عنا ديب بين أحد الريفلكسز اللي بتحدث إنه بصير في عندي كونتراكشن للنير مسلز، يعني العضلات القريبة من الديب بين بصير فيها كونتراكشن، بصير مور سبازماتيك أو يعني خلينا نحكي بتشد أكثر، تمام؟ فيعني هاي ممكن تيجي كدوائر ممكن يكون عارفينها بشكل عام، بس يعني هي ليست بهاي المعلومة اللي كثير مهمة، تمام؟ شو كمان؟ إسكيميك بين. طيب شو هي فكرة الإسكيميك بين؟ إسكيميك بين ببساطة أنا بصير في عندي إسكيميا للعضلة، هاي الإسكيميا بتأدي لتراكم ميتابولايت معين. شو بسمي هذا الميتابولايت؟ باسم لويس بي فاكتور. هذا الميتابولايت لما يزداد رح يشبك على النيرف فايبرز اللي موجودة بحيث يسبب بين. في البداية هذا البين ما رح يكون، أو خلينا نحكي هذا الاستيمولاس لويس بي فاكتور ما رح يكون، طبعا انتبه لويس نوت سبستانس، تمام؟ لويس بي فاكتور في البداية أو هذا الميتابولايت اللي أجا من الإسكيميك أو من الإسكيميك دامج أو من الإسكيميا اللي صارت ما رح يكون في البداية كافي لإحداث البين، لكن لما يتراكم ويصير لأكيوميليشن وتصير بتراكيز كافية رح يعمل بين، رح يصير يأثر على النيرف فايبرز ويشغلها ويؤدي لإحداث اللي هو البين الناتج عن الإسكيميا، البين الناتج عن الإسكيميا، تمام؟ طب أعطيني أمثلة على الموضوع. في عنا مثالين، المسل سبازم والفاسكولار ديزيزز، أوكلوسيف فاسكولار ديزيزز، تمام؟ occlusive vascular disease زي فكرة الانجينا، حكينا سابقا في السي بي اس الانجينا او هذا الوجع شو سببه اصلا؟ اسكيميا. اسكيميا ادت لحدوث ايش؟ زيادة اللويس بي فاكتور. هذا اللويس بي فاكتور عمل لي وجع كثير قوي، تمام؟ بس الحمد لله انه هذا البي فاكتور موجود، والا كان ممكن يصير في ام اي وهو مش داعي عن حاله، تمام؟ الشغلة اللي بتهمنا كذلك اوكي اللي هي الاكسرسايز. طيب في بدايه الاكسرسايز لما تقوم انت بالكونتراكشن تاع العضلات بتضغط على البلود فيسلز، فبيعمل ايش؟ بيعمل اوكلوجن، اوكي؟ يعني اوكلوجن حتى لو ما كانش كامل فهو بيعمل اسكيميا، اوكي؟ في البدايه هاي الاسكيميا ما بتكون كبيره وبيطلع منها شويه ايش؟ بيطلع منها شويه لويس بي فاكتور، مع الوقت هاي اللي شويه بتتراكم بتصير بكميات كبيره، فبتلاحظ بالفتره الاخيره من الاكسرسايز او باواخر الاكسرسايز راح تبلش تحس بوجع. هذا الوجع شو سببه؟ اللويس بي فاكتور. طبعا احد الاسباب الاخرى تراكم اللاكتيت، تراكم اللاكتيت ايضا له دخل ب اللي هو الديب بين نوت اسكيميك بين، تمام؟ بس يعني البين اللي انت تحسه بالعضلات اثناء الاكسرسايز يا بيكون لاكتيت مربوط بالديب بين، يا بيكون لويس بي فاكتور مربوط بالاسكيميك بين، اوكي؟ طيب الان الفيسرال بين واللي هو الريثيرت بين. طبعا الريثيرت بين او الهادييتنج بين حيكون مربوط بايش؟ بكلمه الفيسرال بين. طيب الان يعني الاثنين في لهم ترابط جدا كبير، لكن الان خلينا نفهم مجموعه معلومات. اول شيء الاحشاء او الفيسرا او خلينا نحكي الاورجنز الداخليه، هاي صراحه ما بلزمها يكون في عليها عدد كبير من الريسبتورات زي الثيرمال وزي التاتش، وحتى ما فيش داعي اصلا لكل بروبيوسبتس، لكن مين اكثر شيء راح يكون موجود عندنا؟ اللي هو البين ريسبتس. وعلى الرغم من ذلك عدد الفيو ريسبتس مقارنه بالسكن يعتبر فيو، تمام؟ وهذا الاشي بيخلي يعني الدمج انت ما بتحس فيه الا لما يصير جنرالايزد، يعني الانفلاميشن لما يكون كثير خفيف ما حتحس فيه، لكن لما يصير في عندي جنرال انفلاميشن او جنرال دمج وقتها راح تحس فيه. طب لو صار في عندي جنرال دمج ايش البين اللي حيصير؟ البين اللي حيصير نتيجة الجنرال انفلاميشن هو انه اي ماينر ستيمولاي، اي ماينر ستيمولاي راح يعني راح يعني اي ماينر ستيمولاي بيصير لهذا الاورجن راح يؤدي لاحساس بسيفير بين. طبعا هذا نوع من انواع ايش؟ البرايمري هايبرالجيسيا، اوكي؟ لانه بيكون الثريشولد شماله، بيكون الثريشولد اصلا لما حكى لك ماينر ستيمولاي معناته مش كافي للوصول للثريشولد بالحاله الطبيعيه، لكن بسبب انخفاض الثريشولد خلى يصير في عندي سيفير بين، اوكي؟ هذا الشيء متى بيحدث؟ هل بيحدث هل المقصود بالماينر ستيمولاي لوكالايز دامج؟ لا، المقصود منه انا صار في عندي جنرالايز دامج، او معنى اخر صار في عندي جنرال انفلاميشن وبعديها اجى عندي الماينر ستيمولاي وسبب لي هذا البين، اوكي؟ وبيحكي لك في عندك اشياء اصلا تعتبر بين انسنسيتيف، بس حتى الاشياء هاي البين انسنسيتيف بيكون في عندها بارييتال لايرز في ممبرينز معينه بتكون فيري بينفول. لو نتذكر الممبرين اللي بيحوط باللونج بيكون كثير يعني البين تاعه سيء، تمام؟ مع انه اللونج الفيلاي نفسها فيش يعني ما فيها بين ريسبتورز، البرين تيشو حد ذاته ما فيه بين ريسبتورز، البارينكايما الليفر برضه ما فيهم، تمام؟ حلو نحفظ هذول. اوكي عدا عن ذلك يعني ممكن يكون عارفين المعلومة اللي هون،
معلومتين اللي هون يعني. أدى عن ذلك ما أعتقدش في كثير هاي المعلومات المهمة هون. طيب الآن نكون فاهمين اللي هي طبيعة الفيسرال بين، تمام؟ هسه طبيعة الفيسرال بين لما يصير في عنا وجع مثلا في القلب، هنلاحظ انه هذا إن مثلا في حالة الام اي المريض المشكلة بتكون عنده وين؟ في الميوكارديا، تمام؟ طب ليش بحس فيها في الليفت شولدر؟ تمام؟ هذا الاشي راح اسميه باسمه radiating pain، تمام؟ وهذا راح نشرحه كمان شوي ان شاء الله بشكل مفصل، بس بدي اكون فاهم انه احد ميزات الفيسرال بين انه بيكون radiating او referred او بمعنى اخر جاء من مكان بعيد، تمام؟ او بتحس فيه بمكان بعيد عنه، تمام؟ referred to specific areas in the skin، بس هذا المكان مش عشوائي انما specific بناء على معيار مهم راح نحكي عنه كمان شوي، تمام؟ وممكن لصاحب الفيسرال بين إشي بسميه باسم الـ contraction of near abdominal muscles أو إشي بسميه باسم الـ guarding rigidity. كم مرة صرنا ذاكرين الـ contraction تاع الـ muscles كـ reflex للـ pain، حكينا عنه في الـ deep وحكينا عنه كذلك وين؟ في الـ visceral pain. فخلي هذا الموضوع ببالكم، ممكن يجي عليه دوائر. إذن guarding rigidity جدا مهمة. طبعا guarding rigidity تساوي إيش؟ near abdominal muscle contraction، اوكي؟ يعني وكأنه بيحاول يحمي حاله من خلال تقوية العضلات اللي بتحوظ فيه. ممكن هذا الـ visceral pain يصاحبه parasympathetic effect، ممكن يصاحبه نوجا أو sweating، يعني هو بيحكي لك شو reflexes ممكن أنها تيجي، تمام؟ طيب وهيك احنا بنكون انهينا اللي هي جزئية الفيسرال بين. نقدر نحكي الآن عن الراديتنج بين. طيب الآن نكمل بأنواع البين، وفي عندي راديتنج بين اللي حكينا له ترابط كبير بالفيسرال بين. طيب هسا بيهمني أكثر من معلومة عنه. لما أنا أحكي كلمة راديتنج بين معناته الدمج تاع التيشو بمكان والسنسيشن تاع هذا البين بمكان آخر، تمام؟ يعني أنت بتحس بالبين بمكان لكن الدمج تيشو اللي عامل للبين موجود بمكان آخر. أبرز أمثلته لما نحكي عن inflamed gall bladder، طلع عليه على tip of the right shoulder. لما نحكي عن الميوكارديا نحكي قاعدين عن الليفت شولدر. نفس الإشي في حال اللي هو الكيدنيز and ureters into the groin region. شو كمان؟ يعني هاي هي الأمثلة على الموضوع. أتوقع أنه مفهومه واضح جدا وهو مش مفهوم جديد علينا، بس إحنا بدنا نفهم الآن الميكانيزم تاعيته. يعني هذا هو الإشي الجديد الآن، إنه نفهم إحنا الميكانيزم تاعيته. الآن حكينا حنحس إحنا هون مع إنه الدمج هون. طب شو السبب بهذا الإشي؟ السبب إنه هذا وهذا كانوا نفس الإمبريونيك سيجمنت سابقا، تمام؟ بعديها صار في عندي ميجريشن للهارت وبعدوا عن بعض، فهذا السكن بعد عن هذا الأورجان فصاروا الاثنين بعاد عن بعض. بس النيرف فايبر ما بيعترف في هذا الموضوع، لانه هو متى وزع النيرف فايبرز، متى وزع توزيعته، متى وصل التوصيلات تاعيته؟ بمرحله الامبريونيك سيجمنتس، قبل ما يصير في انا عندي ميجريشن لهذول الاورجنز. وبالتالي بمعنى اخر انا في عندي ترابط بنوع بطريقه او باخرى ما بين مناطق معينه بالسكن وما بين الاورجنز اللي موجوده جوا. هذا الترابط بيظهر على شكل شيء بسميه باسم الكونفيرجنس. مين بتحكم طيب انو نقطه بانو نقطه؟ اذا هل الاثنين كانوا مترابطين بمرحله من المراحل بالامبريونيك سيجمنت، هاي بتلاب فروم سيم امبريونيك سيجمنت، تمام؟ بعديها بيصيروا away from each other بسبب الميجريشن اللي بيصير اثناء الديفلوبمنت. طيب شو دخل يعني شو كيف الموضوع بيصير؟ طيب ببساطه انا بيجيني سيجنال من هون وبيجيني سيجنال من هون، تمام؟ المشكله اللي انا عندي اياها انه هذا النيرف فايبر اللي هون والنيرف فايبر اللي هون بيجتمعوا بسنترال النيورون واحد، بيعملوا سينابس على نفس السنترال النيورون، يعني two afferent neurons with the same central neuron. فلما يجتمعوا مع بعض وتوصل الامبلسز للبرين، تمام؟ بتخربط وبيلتخم، تمام؟ اول شيء جايته امبلسز من هون ومن هون وجايين بمكان واحد، فبيفهمش كثير الموضوع وبيفكر انه البين من هون ومن هون، فبيعطي البين ايضا لهون. والشغله الثانيه انه البرين مش متعود اصلا تجي امبلسز من جوا، يعني هو اصلا من كثر ما هو عدد الريسبتورز القليل اللي هون ومن كثر ما هو بالعاده ما بتوصله اصلا امبلسز، ممكن انه يكون مش داري اصلا عن وجود فايبرز بهاي الاماكن، تمام؟ وبالتالي بيفترض انه المكان اللي اجته امبلسز هو من الاماكن اللي بالعاده ايش بصير فيها اريتيشن. يعني بمعنى اخر السكن بشكل عام سهل جدا انه ينجرح ودائما بتجي امبلسز من هناك، وبالتالي متعود انه يجي امبلسز من السكن، فهو بيفترض انه هذول الامبلسز اللي اجوا من هون ومن هون واجتمعوا بسنترال نيورون واحد ووصلوا، مين سببهم؟ هو السكن، تمام؟ فبيفترض انه البين اجى منهم. طب شو خلاصه الموضوع؟ انا صار عندي دمج هون لكن حسيت فيه هون،
ليش؟ لأن البرين متعود توصل الإمبلسز من هون مش من هون، والاثنين بيرتبطوا بسنترال نيورون واحد نتيجة فكرة الكونفيرجنس أو نتيجة فكرة اجتماع تو افرنت نيورونز بوان سنترال نيورون، تمام؟ 100% on the same spinothalamic neurons that project to high centers. تمام؟ Pain stimuli from disease excite spinothalamic neurons at certain segment of the spinal cord وبالتالي تعمل discharge للبرين. However, pain is projected to the somatic area from which the sensory nerves enter the same spinal segment. تمام؟ وزي ما حكينا البرين ما بتوصل signals من هون، بل حتى ما بده هي عن وجودها في بعض الأحيان. تمام؟ ما بده إنه أصلا في توصيلات واصلة هناك يعني. تمام؟ طيب فهاي هي فكرة الهادياتينج بين. طيب الآن نحكي عن الهيدك. الهيدك هل هو سببه البرين نفسه؟ لا، البرين تيشوز نفسها ما في عليها إيش؟ خالية من الريسبتورات، ما عليها ريسبتورات البين ريسبتورز مش موجودة عليها، وهذا الشيء حكينا عنه سابقا. تمام؟ فهي أول شغلة بتهمنا. طيب مدام ما في عندي بين ريسبتورز هناك، طب وين البين ريسبتورز موجودة؟ طيب البين ريسبتورز حتكون موجودة ببعض الأماكن الانتركرينيال وببعض الأماكن الإكسترا-كرينيال. فأنا بمعنى آخر رح يصير في عندي مشاكل بهاي الأماكن الموجوده انتركرينيال، او بصير في عندي مشاكل بهاي الاماكن الموجوده اكستركرينيال، فبصير لها رادييتنج انتو ايش؟ انتو هيدك او انتو بين على شكل هيدك. تمام؟ ببساطه هي احد اشكال اللي هو الرادييتنج او الريفيت بين فروم اذر استراكشرز. تمام؟ طيب شو هي الريسبتورات الموجوده عندي اياها انتركرينيال؟ تمام؟ بتكون موجوده عندي باكثر من مكان. اول شيء منينجيز سواء للديورا او للبلد فيسلز اللي بتوصلها زي الام ام اي. تمام؟ ثاني إشي الفينوس ساينسز، وثالث إشي التنتوريوم سيريبالي. تمام؟ التنتوريوم سيريبالي بيهمناش نكون عارفينها، بس بيهمني تكون عارف إنه إذا الريسبتورات كانت يعني مثلا كانت من المينينجيز اللي هون أو كانت من الفينوس ساينسز الموجودة فوق التنتوريوم بنسميها سوبراتنتوريوم سنسيشن، وهذا بنتقل عن طريق التراي جيمينال سوبراتنتوريوم معناته التراي جيمينال. تمام؟ وبتعطينا فرونتال هيدك. ليش فرونتال هيدك؟ لانه بيكون سوبراتنتوريوم، بالتالي بيكون في انا عندي هيدك فرونتال. طيب لو كان انفراتنتوريوم لا، بيكون هذا ايش؟ اوكسيبيتال هيدك، وبينتقل كيف؟ سكند سيرفايكال نيرف. تمام؟ طيب بالمناسبة المعلومة مش كثير ركزت عليها الدكتورة، بس احنا بهمنا تكونوا هدول حافظين، نكون حافظين هدول الريسبتورات وين بتكون موجودة. طيب الشغلة اللي بعديها اللي هي البرين تيشو اتسلف، رح يكون شماله انسنسيتيف زي ما حكينا. طيب هسا هاي خلصناها، هاي نفس الاشي اسباب انتركرينيال، ويعني نفس الاشياء اللي هسا حنحكي عنها. طيب ايش الاشياء ممكن تاثر على هذيك الاماكن؟ حكينا قبل شوي عن المينينجيز. تمام؟ حتكون مربوطه بالاريتيشن. الاريتيشن كيف ممكن يحدث؟ يا بسبب مينينجايتس، يا بسبب تيومر، يا بسبب الكحول. تمام؟ كل هاي الاسباب ممكن تؤدي لحدوث مينينجال اريتيشن. طيب احد الاسباب الاخرى انه احنا نخفض السي اس اف. كيف ممكن نخفضه؟ طيب بس بالمناسبه هون بما انه المينينجال بما انه المينينجيز اصلا عليها ريسبتورز، فلو صار لها اريتيشن راح احس بالهيدك ببساطه. طيب هسه هون بيهمني اكثر من هذا الكلام انه في عندي كذلك تقليل السي اس اف ممكن يعمل لي مشكله. كيف ممكن اقلل السي اس اف؟ احد طرق التقليل انه يصير في عندي لمبر بانكتشر. تمام؟ باجي وباخذ عينه من السي اس اف، لو اخذت عينه تصل ل 20 ملي تمام هون مشكله. ليش؟ لانه راح ينخفض انخفاض جدا كبير، هذا الانخفاض راح يؤدي لاحتكاك الديوهال سيرفيسز، وبالتالي هذا الاحتكاك رح يعمل اريتيشن، اريتيشن على مكان غني اصلا بريسبتورات رح يعمل هيدك جدا قوي، هذا الهيدك الجدا قوي بقل لما يقعد وبيزداد لما يكون ابرايت او يعني واقف، تمام؟ بالضبط، especially in upright position، تمام؟ الشغله اللي بعديها بيكون في distension of intracranial arteries. السبب الأهم للإنتراكرينيال اللي هو هيدك. تمام؟ السبب الأساسي اللي هو زيادة الإنتراكرينيال بريشر. تمام؟ ليش ممكن يزداد الإنتراكرينيال بريشر؟ بسبب زيادة البلد داخل إنتراكرينيال أرتيز. طب ليش ممكن يزداد البلد؟ ممكن يكون في عنده هايبرتنشن، ممكن يكون عنده فيفر، ممكن يكون كذلك عنده إشي بسميه باسم الميجرين. هذا الإشي بالعادة بيكون أكثر لدى النساء أو لدى الفيميلز، وبيكون عندهم تنشن أو إيموشنز مستمرة، وبيكون له جينيتيك تندنسي. هاي كلياتها ممكن تؤدي لحدوث هذا الميجرين. طب شو الميكانيزم بتاعيته؟ بما احنا عارفين انه اي تنشن او اي استرس رح يؤدي لحدوث فاسو كونستريكشن. طيب الفاسو كونستريكشن لو حدث في مناطق زي اللي هي الانتراكرينيال ارياس رح يكون خطير جدا، لانه هذا التشوز حساسه، وبالتالي لو صار احنا في عندنا شويه اسكيميا مباشره على طول بصير في عندي سادن هيوج او انتنس
فاسودايليشن راح يحدث، وبالتالي فاسودايليشن جدا قوي بعد فاسوكونستريكشن نتيجة استرس مستمرة راح تؤدي لحدوث هذا الميجرين. تمام؟ وبس هاي هي الفكرة تاعيته. تمام؟ إذا كمان مرة prolonged tension أدى لحدوث vasoconstriction ischemia، الإسكيميا عملت vasodilation كريسبونس إلها. تمام؟ وبس. طيب ليش الستريس بيعمل vasoconstriction؟ بسبب الكورتيزون يعني. تمام؟ بدناش نخوض، بهمناش كل هاي التفاصيل، بس بدنا نربط الخطوات. طيب extracranial causes of headache، أسباب خارج الكرينيال كافيتي. تمام؟ ممكن يكون في عنا الآي، الآي ممكن يزداد البريشر فيها. ليش ممكن يزداد البريشر فيها؟ في عندي حالة الجلايكوما. شو سببها؟ بيكون في أنا عندي أكيوس فلويد ما عم بطلع لبرا، فبتراكم عندنا جوا، فبيعمل زيادة في الانترا أوكيولار بريشر. هل هذا الشيء كلياته بيهمني؟ لا، بس كون عارف زيادة البريشر رح تؤدي لحدوث ريترو أوربيتال أو بيري أوربيتال هيديك. طيب الشغل الثاني هايبرميتروبيا اللي هو طول النظر. طول النظر بتحاول السيلياري مسل انها تصححه من خلال كونتراكشن مستمر. دائما كونتراكشن مستمر للعضلات رح يعمل بين. تمام؟ وهذا البين وين رح يحدث؟ بحوالين اللي هو بيري اوربيتال او ريترو اوربيتال، وبيكون على شكل هيديك. تمام؟ شو كمان عندنا؟ طيب في عندنا كذلك اللي هو التوثيك. تمام؟ في عندي الساينسايتس. الساينسايتس يا بتكون فرونتال تحدث هون في الفورهيد، يا بتكون ماكسيلاري فبتحدث بالفيس. تمام؟ طيب اوتيتس طبعا شو سببها؟ التهاب بالساينسس، فبيعملوا هادييتنج بين انتو هيديك. اوتيتس ميديا اوتيتس اكسترنا برضه هادييتنج بيكون. برولونجد ايموشنز اند تنشن. تمام؟ بالضبط، بضل موجع راسه كثير، بضله عامل كونتراكشن طويله للعضلات تاعت السكالب وتاعت الاوكسيبيتال بارت. فايش بيعمل؟ فبيعمل زي نوع من انواع اللي هو السبازم. هذا السبازم بيؤدي لحدوث البين. اتذكر دائما لما يكون في انا عندي سبازم للعضلات فالطبيعي انه يصاحب هذا الموضوع بين، وهيك بنكون انهينا موضوع الهيدك. طيب الان بخصوص البين كنترول انالجيزيا سيستم. طيب حكينا قبل شوي انه في عندي اللي هو ما بيصير في عندي ادابتيشن للبين ريسبتورز، فبدالها في عندي الانالجيسيك سيستم. هذا شو حيكون في عندي بهذا الانالجيسيك سيستم؟ اول شيء نكون عارفين ايش هي المحطات اللي حتكون مسؤوله عن هذا الموضوع. فكره هاي المحطات اني انا اعمل بلوكينج للسنسوري باثوي تاع مين؟ تاع البين. حكينا قبل شوي ايش هو السنسوري باثوي اللي هو الباليو والنيو. تمام؟ فانا بدي اعمل بلوك لهذا اللي ترانسميشن تاعهم. طب هذا الشيء كيف بيتم؟ بيتم من خلال مجموعه محطات راح تفرز مجموعه مواد، بالاخير راح تتجمع في مكان واحد وين جهه اللي هو هذا السنسيشن. تمام؟ طيب شو هم هذول الاماكن؟ في عندك من الهايبوثالامس إشي بسميه بيري فينتيكولار نيوكليي. تمام؟ وفي عندك كذلك اللي هي البيري اكويدكتال جري اريا. تمام؟ في الميدبرين وفي الابر بونس، وفي عندك كذلك الريفي ماجنوس نيوكليوس اللي هو الار ام ان الموجود في اللور بونس والابر ميدلا. تمام؟ لاحظ ترتيبهم من الاعلى للاسفل، ولاحظ انه معظمهم فيه حرف البي. تمام؟ بين انهبيتوري كومبلكس اخر شيء بيكون موجود في السباينال كورد. تمام؟ هسه انا شو اللي راح اعمله؟ في عندي شيء بسميه بين انهبيتوري كومبلكس، هذا وين بيكون موجود؟ في السباينال كورد. وين بالضبط؟ بالدورسال هون. معناته هذا اقرب واحد لمين؟ للبين سنسوري باثوي. هذا اقرب واحد لهم. تمام؟ فهذا فعليا راح يكون المحطه الاخيره اللي انا عندي اياها. تمام؟ طيب وبالتالي وظيفه المحطات اللي قبله انها تفعله. يعني انا بدي افعل المحطه الاخيره اللي هي البي اي سي. اوكي؟ اوكي. طيب هسا نفهم الميكانيزم كمان شيء بشكل مفصل، لكن بس بدنا نكون عارفين هذول المحطات بشكل عام. طيب شغله اخرى مهمه، certain cortical areas are also involved in pain analgesia system especially the limbic association areas and the principal mediators in this system are opioid peptides. تمام؟ يعني بمعنى اخر ما بين كل محطة ومحطة راح افرز مواد معينة، هاي المواد مينلي هي اوبيويدز، وهسه رح نحكي شو هم الاوبيويدز اكثر، وتفصيلها طبعا موجود بالفارما اكثر، لكن بشكل عام نكون فاهمين انه انا في عندي اوبيويد بيبتايدز. طيب كمان شغلة، هل ممكن احنا حكينا بنبلش من الهايبوثالامس، هل ممكن نبلش من الكورتكس هذا المسار؟ بحكي لك الليمبيك سيستم اللي له دخل بالايموشنز، له دخل بالموضوع، يعني بمعنى اخر الواحد لما يكون مثلا
بحالة بين تمام، لكن بتلاقيه قاعد بتخوث وبمسح وهكذا تمام، بتغير جوه فبخف إحساسه بالبين. طب هذا الإشي شو سببه؟ سببه الليمبك سيستم تمام، إنه بيكون له سيطرة على هذا النظام اللي تحتيه فبيفعله فبيخفض البين. أوكي، فهاي هي فكرة البين كنترول اللي عندي إياه هون. لأن نحكي عن الأوبيويدز. طيب بالنسبة للأوبيويدز فنكون فاهمين إنها مواد بتشبه المورفين تمام، وهي عبارة عن نيورو ترانسميترز، لكنها زي ما حكينا شبيهة بالمورفين. شو يعني نيورو ترانسميتر؟ يعني رح تطلع من المحطات عن طريق النيرف فايبرز اللي حكينا عنهم، كمان حكينا عنهم قبل شوي تمام. وبشكل عام هي بتقدر تحكي هي عبارة عن اندوجينس مورفين، وكأنها اندوجينس مورفين تمام. المورفين هذا عبارة عن اكتيف سبستانس يعتبر بوتنت انالجيسك، يعني بيخفض الألم بشكل جدا قوي، وله ادفيرس افكتس سيئة بهمناش الآن نحكي عنها، يعني هذا الاشي شوي مربوط اكثر بالفارما تمام. بدنا نكون عارفين ان في عندي ثلاث انواع، في عندي انكفالين واندورفين ودينورفين، وهذول جميعا بيشبكوا على الاوبيويد ريسبتورز، وهم خمس انواع تمام. انا بيهمني نكون عارفينهم لانهم راح يكونوا موجودين في الاندنجز اوف بين كوندكتنج نيرف فايبرز ات دورسال هون، يعني راح يكونوا موجودين في نهايات النيرف فايبرز الموجوده في الدورسال هون زي ما حكينا قبل شوي. يعني هذول الريسبتورات كمان مره وين راح يكونوا موجودين؟ في النيرف فايبرز اللي موجوده في الدورسال هون، يعني من ضمنها مين؟ من ضمنها السنسوري، من ضمنها اللي هو السنسوري بين باثوي تمام. وممكن انه احنا نفعلهم اما بشكل اندوجينس عن طريق الاوبيويد بيبتايدز اللي هم هذول، يا اما اكسوجينس عن طريق المورفين تمام. تمام. طيب الانكفالين له نوعين، الاندورفين اهم نوع البيتا اندورفين، الدينورفين موجود اكثر شيء بالسي ان اس لكنه كمياته اصلا قليله تمام. واهم شيء انها عباره عن الاوبيويد بيبتايدز، تعتبر ان الجيسيك سبستانسز بتشبك على الاوبيويد ريسبتور، على الاوبيويد ريسبتور تمام. بس هاي هي اللي بدنا نكون فاهمينها. طيب هنحكي اكثر عن الميكانيزم. ميكانيزم في عندي تو ميكانيزمز، الجيتنج ثيوري والسنترال باثوي اوف بين تمام، او هي ثيوري واحده لكن بنفعلها بطريقتين، اما بيريفيرال باثوي او سنترال باثوي، رح نحكي عن كل واحد بينهم الان بشكل مفصل. طيب هسه الفكره تقول ان الان الجيسيك سيستم بيعتمد على فكرة انه انا اشغل اشي بسميه باسم البي اي سي، وين حكينا عنه قبل شوي؟ حكينا عنه هذا البي اي سي وين بيكون موجود؟ في السباينال كورد في الدورسال هون، يعني اقرب اشي لمين؟ للبين سنسوري باثوي، وبالتالي هاي هي المحطة الاخيرة. فالقاعدة تقول انا بدي اشغل هاي المحطة الاخيرة، او اتخيل البي اي سي وكأنه كبسة، اذا كبست عليها وشغلتها بتطفي لي البين تمام. طيب ايش هي هاي البي اي سي؟ البي اي سي، البي اي سي هذا عبارة عن فايبر هيك صغير تمام، نير فايبر صغير، وبتميز بقدرته على انتاج او على السكريشن اوف انكفالين تمام، ذات تيرمينيت اون سنترال اندنجز اوف ذا بين كوندكتنج افيرنت نيرفز، يعني بمعنى اخر بيطلع الانكفالين وبشبك على مين؟ بشبك على البين كوندكتنج افيرنت نيرفز باختصار تمام. طيب هسه رح نفهم الموضوع اكثر على الصوره، لكن كون عارف لي ايش هو البي اي سي. هو عباره عن نير فايبر صغير كثير وبيطلع انكفالين، الانكفالين وين بيروح؟ على السنسوري نيرف فايبر تمام، تاع البين تحديدا، تاع اللي هو البين بالضبط، pain conducting afferent nerves. طيب the released enkephalin is believed to cause both a pre and post synaptic inhibition of incoming type C and type A delta. حكينا البين fibers ممكن تكون type A delta إذا كانت سريعة، و type C إذا كانت بطيئة تمام. والفكرة الآن إنه هذا الانكفالين شو راح يعمل؟ راح يروح عند هذا الفايبر اللي جاي سواء كان تايب A دلتا أو تايب C، وإيش بيعمل له؟ بيعمل له inhibition سواء pre-synaptic على الـ first order أو كان post-synaptic على الـ second order، وكأنه أنت في عندك first order و second order شغالين ومحدش داري عنهم، أجا واحد اتدخل وخرب شغلهم، بنسميه باسم إيش؟ الـ PIC تمام. كيف خرب شغلهم؟ من خلال أنه ينتج انكفالين، انكفالين خرب على الـ pre وخرب على الـ post-synaptic تمام. طيب هيو، وكأنه عبارة عن كبسة تكبسها عشان تطفي البين حرفيا، هذا هو الـ PIC. طيب الآن الـ PIC أنا بفعله بطريقتين، يا إما بطريقة بيريفرال يا بطريقة سنترال. هسا نحكي أكثر عن البيريفرال باثوي تمام، بس عشان نفهم الموضوع كمان مرة، لاحظ أنا في عندي هون بين باثوي،
هذا البين باثوي حكينا ممكن يكون سي او الفا او اي دلتا. تمام، بيجي اخونا السنسوري فايبر هذا الفيرست اوردر نيورون، تمام، وبشبك على مين؟ بشبك على السكند اوردر نيورون، تمام، وبيطلع اللي هو السبستانس بي، بيطلع السبستانس بي اذا كان سلو بيطلع سبستانس بي، اذا كان فاست بيطلع جلوتاميت، يعني مش شرط فعليا سبستانس بي، خلي هذا الموضوع ببالك. تمام، المهم بغض النظر شو هذا اللي بيطلعه ما بيهمني كثير، انا بيهمني تكون عارف في عندي سنسوري نيرف فايبر هذا بسميه فيرست اوردر، وفي عندي هون واحد ثاني هذا بسميه باسم السكند اوردر. اوكي، اذا هون في عندي الفيرست وهون في عندي السكند. بس اجى مين؟ اجى اخونا هيو، شايف هذا الحلو؟ تمام، هذا ايش بسميه؟ بي اي سي. تمام، اوكي، بيجي اخونا البي اي سي وبياثر على مين؟ على البري وعلى البوست، وبيطلع لهم مين؟ وبيطلع لهم انكيفالنس، بيطلع انكيفالنس. تمام، اوكي، هاي لاحظ البي اي سي سيكريتنج انكيفالنس اون فيرست اند سكند اوردر نيورون، الفيرست اللي هو نفس البين فايبر اللي اجى من هون. تمام، وبالتالي بشبك على الاوبيويد ريسبتورز الموجوده هون واللي موجوده هون، وشو بيعمل؟ وبيعمل بوست بري اند بوست سينابتيك ايش؟ اند بوست سينابتيك انهبيشن، فبيعمل انهبيشن لهذا وانهبيشن لهذا. ليش؟ لانه الاوبيويد اللي طلع من هون اللي هو الانكيفالين راح يشبك على الريسبتور الموجود هون، على الريسبتور الموجود هون، وايش بيعمل له؟ وبيعمل له انهبيشن ببساطه، بيعمل انهبيشن للفايبر. لما يعمل انهبيشن ببطل يطلع البين نيورو ترانسميترز. اوكي، بس هاي هي فكره البي اي سي. طيب هاي الكبسه اللي هي البي اي سي كيف اشغلها؟ عندي طريقتين، يا اما سنترال باث واي اللي هو المحطات اللي كنا نحكي عنها قبل شوي وراح نفصل فيها كمان شوي، يا اما بشكل بيريفرال. تمام، طيب البيريفرال من وين بيجوا؟ بحكي لك هم عباره عن كولاترالز من الثيك اي بيتا نيرف فايبرز، ممكن تكون اي دلتا، اذا يعني هي عباره عن اي فايبرز. تمام، من وين جاي؟ ميكانوسبتيف سنسيشن. يعني ببساطة أنا عندي هون نيرف فايبر، هذا النيرف فايبر يعتبر شماله ميكانوسبتيف، يعني بنقل ميكانيكال سنسيشن، وحكينا الميكانيكال بده يكون سريع يا إما A بيتا يا بده يكون A دلتا. تمام؟ بغض النظر كان A بيتا أو كان A دلتا بيجي أخونا. تمام؟ طيب هسا أنا وهو طالع للسي إن إس بيعطيني برانش ثانية مهمة، هاي البرانش بتروح عند أخونا اللي هو البي أي سي وإيش بتعمل له؟ وبتفعله، بتروح عند أخونا البي أي سي وإيش بتعمل له؟ بتفعله. تمام؟ طيب زي ما حكينا كولاترالز بتيجي من الثيك اي بيتا نير فايبرز اند وكذلك اي دلتا رح ناخذها كمان شوي، ذات ترانسميت ميكانو ريسبت سنسيشن دايركتلي ستيميوليت في اي سي، مباشره على البي اي سي تعملها ايش؟ تعملها ستيميوليشن. تمام؟ طيب ايش الدليل على هذا الشيء؟ الدليل او التطبيق الحلو على هذا الموضوع، تمام، تخيل معي انه احنا في عنا اللي هو ضربت كوعك مثلا بطاوله او باي شيء معين، تمام، راح تحس اوليتها بالوجع كبير، فانت شو بتعمل؟ بتروح بتفكها او بتحكها بشكل جدا كبير، بحيث انه انت ايش تعمل؟ يعني اول ريسبونس بتعملها انه انت تفك الكوع على طول بحيث انه تخفض الوجع تاعها. طيب ليش انت بتعمل هذا الشيء؟ وليش فعليا بخف البين بعدين؟ تمام، يعني ليش لما انت تفك ايدك بعد ضربة معينة أو بعد إشي معين بخف البين مباشرة؟ السبب في ذلك إنه أنت حتشكل أو حتشغل الميكانو هيسبت السنسيشن، فلما أنت تشغل هدول السنسيشنز الميكانيكال مباشرة راح تشغل البي أي سي، ولما تشغل البي أي سي راح تعمل إنهيبيشن 100%. إذا كمان مرة أنا حسيت بالوجع نتيجة ضربت إيدي مثلا بالطاولة، تمام، بعديها فركتها على طول، شو بيكون صار أنا في عندي هون؟ بكون شغلت الميكانو هيسبت السنسيشن أو الميكانيكال سنسيشن، شغل الميكانيكال سنسيشن شو بصير أنا في عندي؟ أحد الكولاترز بتكون شغالة، أحد الكولاترز هاي وين بتروح؟ بتروح على البي أي سي وبتشغله، تمام؟ فإيش بصير؟ بخف البين، بخف البين. ومن هون اجت فكره انه احنا ليش ما نعمل جهاز بيطلع لي شويه الكتريك ايش؟ الكتريك امبلسز خفيفه مش كثيره، بتكون كافيه لانها تشغل الميكانوسبتيف سنسيشن، بحيث انه هذا التشغيل يخفض لي البين اللي بيكون موجود في يشغل لي البي اي سي ويخفض لي البين. تمام؟ طيب احد الشغلات الاخرى اللي هي الابره الصينيه، تمام؟ بتشغل هذا البيريفرال باثوي، بس بتشغل تحديدا على ما اعتقد الاي دلتا، رح نحكي عنها كمان شوي، بتشغل الاي دلتا، ولما تشغلها ايش بتعمل؟ بتشغل البي اي سي، فبتطفي اللي هو السنسوري بين باثوي. بس باختصار، تمام؟ اذا كملخص انا في عندي كبسه بتطفي البين، عشان اشغل الكبسه يا اما باثر بشكل بيريفرال عن طريق اذر كولاترال سنسوري باثوي بالغالب لازم يكون ميكانيكال، تمام؟ يا إما عن طريق سنترال باثوي، يا هاي يا هاي. طيب
الآن نحكي عن السنترال باثوي. فكرة السنترال باثوي هي كالتالي، إنه كل واحدة من هذول المحطات راح تطلع إيش، راح تفرز مادة معينة. بعد ما إحنا عرفنا إنه في عندي بين، يبلش هاي المواد تشتغل، تمام؟ السيامة في عندي certain cortical areas زي limbic system زي ما حكينا قبل شوي مثلا، يا إما إيش، يا إما hypothalamic مباشرة، تمام؟ طيب جميع الأحوال بيجي عندنا أخونا الهايبوثلامس أو السيرتين كورتيكال إيريا، وبتفرز مواد بنسميهم باسم البيتا إندورفينز، أحد أنواع الإيش، الأوبيويدز. البيتا إندورفينز بتروح عندي البي أي جي، تمام، اللي هو البيري أكويدكتال جري إيريا، تمام، وشو بتعمل، وبتعملها اللي هي وبتشغلها، تمام. لما تشغلها شو بتطلع، هاي انكفالين. انكفالين بيروح عند مين، عند الار ام ان، وايش بيعمل، بيشغلها. لما تشتغل بتطلع سيروتونين. انا مش بهمني بكل هذا الحكي، اخر شيء السيروتونين بيجي عند الكبسل اللي هي البي اي سي، وبعمل كليك تشتغل البي اي سي، فتعمل بري اند بوست سينابتيك انهيبيشن للفيرست اند سكند اوردر ان نيورون في البين سنسوري باثوي، تمام. فبس هاي هي فكرة السنترال، موضوع جدا بسيط. لو احنا بدنا ناخذ مثال على هذا الموضوع، في عندي شيء بسميه باسم الستريس انالجيسيا، بس عشان نكون ماشيين بالترتيب نتاكد من الامور 100%، تمام. زي ما حكينا بيشتغل عندي اللي هو من عندي الهايبوثالامس او السيرتن كورتيكال اريا، بتطلع بيتا اندورفينز، بتشغل لي اللي هو البي اي جي، بي اي جي بيطلع انكفالين، بيشغل الار ام ان، الار ام ان بيطلع سيروتونين، بيشغل البي اي سي، البي اي سي بتعمل انهيبيشن للبين ترانسميشن ببساطه. طيب هل ممكن انهيبيشن يصير عن طريق كبسه ثانيه غير البي اي سي، تمام؟ بحكي لك انه نعم، هذا الشيء ممكن عن طريق اذر بوينتس، ممكن نشوفها في الثلامك انترا لامينار ان نيوكلياي او ريتيكولار ان نيوكلياي، يا اما بريتيكولار سيستم يا اما في الانترا لامينار ان نيوكلياي، تمام، في الثلامس. بجميع الاحوال سواء هون او هون، هاي كبسات اخرى غير البي اي سي. انا بيهمني بس مسار البي اي سي حاليا، اكثر من هيك مش لازم نكون عارفين. طيب نروح الان على اللي بعديه اللي هي الستريس انالجيسيا. فكرتها ببساطه بسيطه جدا، وهي اخذناها في الاندوكراين، تمام. لما الواحد يكون مثلا بيلعب رياضه، او لما يكون بمعركه معينه بيكون عنده ستريس جدا عالي. هذا الستريس جدا عالي لو صار، لو ضرب مثلا رجله وهو بيلعب رياضه، او لو مثلا اجى جرح بالمعركه، ما راح يحس فيه اثناء المعركه نفسها. طب ليش؟ لانه بيكون في عنده ستريس عالي. طب شو دخل الستريس بتخفيض البين؟ ببساطه الستريس لما يرتفع بطلب طلبيه كورتيزول، تمام. عشان تجيني طلبيه الكورتيزول هاي، انا بدي انتج اي سي تي اتش. عشان انتج اي سي تي اتش بدي امسك اللي هو البي او ام سي، وايش اعمل، افرطه عشان اخذ منه مجموعه شغلات، تمام. من ضمن هاي الشغلات اللي بتطلع غير فكره الاي سي تي اتش والكورتيزول، بيكون في عندي مواد اللي هم مين بنسميهم، اللي هم الاندورفينز. فالاندورفينز ببساطه ابتزاز كمياتهم في حالات الستريس. انا هذا هو الشيء اللي انا بيهمني ببساطه، انه ديورينج ذا ستريس راح يزداد عندي كميات الاندورفينز، فما بتحس بالبين. طب متى بتحس فيه؟ لما يخف الستريس، وبالتالي بخف عندك الاندورفين، وبالتالي بيزداد عندك الشعور بالبين، تمام. بس هاي هي فكرتها، وهي بسيطة وبسيطة جدا، تمام. طيب هسا عندي هون تطبيقين، هاي اللي هي نفس الإبرة الصينية، وهذا الجهاز اللي حكينا عنه قبل شوي، تمام. بس كون عارف انه هذا A بيتا بيشتغل، وهذا بيشتغل ايش، A دلتا. هاي الصورة هون، تمام، الكاونتر إيريتيشن، هذا بيشتغل على الـ A دلتا، تمام. بينما الكولاترالز هي هوبينج اوف سكن، اللي شبيهه بمبدا مين، شبيهه بمبدا اللي هو الجهاز اللي حكينا عنه قبل شوي، تمام. مية بالمية. وبجميع الاحوال كيف يعملوا بلوكينج، حكينا اي شيء طرفي بيتعامل مع الانكفالين. هناك شو حكينا، اندورفين ثم انكفالين، تمام، ثم ايش، ثم سيروتونين، واخر شيء بتطلع هاي الماده انكفالين، تمام. نفس الشيء هون، البيريفيرال بشغل البي اي سي، البي اي سي بتطلع انكفالين، تمام. فهذا الشيء بدكاش ننسى انه البي اي سي بتتعامل فقط مع الانكفالين. وحكينا عن هذا الموضوع وين، حكينا عن هذا الموضوع هون، هاي سكريت انكفالين، تمام. نفس الشيء هون، صورة ثانية عن نفس الموضوع،
وهون ضل عندي بس فكره اللي هي البروتوباثيك والابيكوايتيك سنسيشنز، تمام؟ بس بدك تكون عارف انه يعني شو الفرق بيناتهم او شو معنى هذا المصطلح وشو معنى هذا المصطلح. الكورتيكال او الابيكوايتيك مربوطه بالسنسيشنز الدقيقه او الفاين سنسيشنز اللي بتوصل للكورتيكال سنسوري، تمام؟ بتكون ويل لوكالايزد، بينما هذيك لا بتكون مور جنرالايزد وبتكون مش كثير 100% واضحه، بتوصل لسب كورتيكال ليفل من اثرتها الكود سنسيشن، تمام؟ بس هيك بنكون انهينا اللي هي كل موضوع السنسيشن تاع اللي هو البين وتاع الثيرموسبتيف. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.